كده يا كابتن زكريا، لان الحقيقه الناس كلها برضو بتستنى كابتن زكريا ناصف. لا ده انا جاي عارف ان انت هنتفاعل مع الجمهور وده شيء بيسعدنا طبعا. طبعا خلينا بس ثانيه عبل ما حد بيقول لك يا كابتن زكريا انا بحبك جدا. طيب اسال بس حضرتك سؤال لغايه لما يجي لنا النت شويه. عشان انت عارف هنا طيب خلينا برضو يا كابتن اسال حضرتك في الفتره اللي كان متولي فيها الشيخ طه اسماعيل اداره لجنه التخطيط. ودي كانت فتره مهمه جدا وهتكلم في اللي بعد كده، ولكن الشيخ طه وهذا الرمز الاهلاوي الكبير، يعني الشيخ طه بالنسبه لنا والد واخ كبير ودربنا على فكره سنه 85 وخدنا افريقيا مع الشيخ طه. بنتعلم منه سواء بقى في الجانب الفني او في الجانب الاخلاقي. ايوه لانه دايما راجل عنده قيمه في الاحترام في الخبره، بنتعلم منه كتير الشيخ طه. وزعلنا ان هو اضطر غصب عنه ان هو يسيبنا. الحقيقه لما جينا كانت فتره السيزون كان بدا، فجينا دخلنا على يعني شويه صعوبات كده، لكن كنا متفاهمين جدا، كنا بنقعد كتير قوي نتكلم كتير مع بعض. التواصل بتاع الاجيال يعني الشيخ طه وانا وخالد بيبو ثلاث اجيال مختلفه. وطبعا معانا كابتن بيبو معانا. الشيخ طه كان بالنسبه لنا دايما مرجعيه، يعني حتى لما ما خدناش وقت لما قلنا المؤتمر الصحفي مع فايلر، الشيخ طه طبعا قعد جنبه لانه هو بالنسبه لنا الرمز. لان الجيل ده الحقيقه كان 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 كل واحد له حته كده تاخدها. يعني هقول لك على حاجه، 96 كنت انا ماسك قطاع الناشئين، كنت مدير قطاع الناشئين، كان كابتن صالح موجود، وده نفس الجيل طبعا بتاع الشيخ طه وكده. فكان صالح فريق تحت 19 كسبنا الزمالك 1-0، فانا قابلته في النادي قلت له احنا كسبنا الزمالك 1-0، قال لا مش مهم النتيجه، المهم الولاد اخلاقهم كانت عامله ازاي. قلت له لا ملتزمين، قال لي طب وعلاقتهم بالحكم؟ ما عشان كده هرجعك بقى لحته التحكيم يعني في الاعتراض. ويعني شوف الاسئله بتاع كابتن صالح كانت مرتبطه بالجانب الاخلاقي اكتر من النتيجه مش مهم، الاداء كويسين، الولاد كسبوا اوكي، بس ده الجيل اللي بنتعلم منه. الشيخ طه والا ما كانش يتسمى الشيخ طه، راجل متدين وتدين وسطي جميل جدا، دمه خفيف جدا طبعا، لما بنضحك بنهرج تهريج يعني ضحك ونقع على الارض من الضحك لما يحكي لنا ذكريات مع الجيل بتاعه بقى، كابتن شربيني، كابتن جواري، كابتن عادل هيكل، يحكي لنا حاجات دمها خفيف. فالشيخ طه بالنسبه لنا وهو موجود على فكره، وفي اي وقت نحتاج له ناخد رايه في حاجه، ده واحد من مش بقى من ابناء النادي، لا ده من ابهات النادي دلوقتي طبعا. فالشيخ طه طبعا قيمه كبيره، قيمه كبيره جدا. جه بعديه كابتن محسن صالح. الاضافه مختلفه لكابتن محسن، لان كابتن محسن انت عارف العمر التدريبي بتاعه كبير جدا، السي في قوي جدا، وانت اكيد مع الاسماعيلي كنت موجود، مر بتجارب فنيه مختلفه سواء جوه مصر او في الدول العربيه ومنتخب مصر ومنتخب مصر طبعا. فالاضافه لكابتن محسن في الرؤيه في الجانب الفني، وهو جيل مختلف بقى، يعني الشيخ طه كابتن محسن انا خالد بيبو، فاضافه معانا ان يجي كابتن محسن يضيف معانا. ودخل على طول اجتماعات اسبوعيه، ملفات مفتوحه، فما خدش وقت طويل معانا ان هو يندمج، ومتفقين في الرؤيه اتفاق تقريبا في كل الملفات اللي بنتكلم فيها. اعتقد ان لا كابتن محسن اكيد اكيد هيبقى اضافه معانا في المستقبل الفتره اللي بالنسبه للفتره طيب. الجايه. انا مهم جدا في الفتره بتاعت لجنه التخطيط ايام ما كان الكابتن الشيخ طه اسماعيل متواجد كرئيس لجنه التخطيط. الفتره دي اصريته على وجود ريني فايلر. اصريته، خلي بال حضرتك، لانه واكيد انت